شبيبة القبائل، كبير الجزائر عاد إلى الواجهة من جديد. فبالرغم من البداية الصعبة له في البطولة الوطنية، لكن النادي بمجرد ما يرتدي ثوب إفريقيا تزأر أسود جورجورا في وجه كل المنافسين. انطلاقة الفريق كانت صعبة محليا، وكانت ستكون أصعب قريا بعدما دخل الشك إلى أنصار الكراري، وهم يرون الفريق يتخبط ويعجز عن تحقيق الفوز لأربع جولات متتالية. نتائج سلبية حركت إدارة الرئيسية ريشان التي سارعت إلى إقالة المدرب جوزي غيغا وانتداب المحنك عبد القادر عمراني الذي عرف كيف يخرج الفريق من ظلام النتائج السلبية إلى نور النتائج الإيجابية. فريق الكناري اليوم وضع قدم ونصف في دور المجموعات لأعرق المنافسات القارية ألا وهي رابطة الأبطال، لكن النادي باسم وحجم الشبيبة فالأكيد لن يرضى بهذا الدور، ولا يكفيه إلا مقارعة كبار القارة السمراء. كل هذا يحدث والفريق يتخبط في دوامة من المشاكل المالية لغياب الدعم عن النادي القبائلي. ولو يتوفر الدعم المالي سنرى الشبيبة على منصات التتويج القارية.